علي الحارس بينقلها للامام، مقطوعه من السيسي، عادت من جديد للامام، الحاج مالك داخل منطقه الجزاء، جول! الحاج مالك، الحاج مالك، الحاج مالك، الحاج مالك، المهاجم السنغالي بصفوف فريق الانصار عم بيسجل الهدف الاول بالمباراه وعم بيفك شيفر الدفاع الحكمي. طول الانصار ليسجل، لكن الحاج مالك، الحاج مالك مصدر الراحه لجمهور الانصار ومصدر الفرح عند جمهور الانصار. تابع، تابع الحاج مالك على الكره حتى اخر نفس وسجل الهدف الاول بالمباراة. الحاج مالك بيسجل، بيسجل هدفه رقم 12 هيدا الموسم، هدفه رقم 12 هيدا الموسم للمهاجم السنغالي بصفوف فريق الانصار. هيدا يلي بيميز الحاج مالك، انه دائما بيتابع الكرات للاخير، بيتابع الكرات للاخير. شو لعيب يا نادر! والتمريرة للحاج مالك، تابع الحاج مالك، اخطأ علي الحارس، والتسديدة من الحاج مالك داخل الشباك. هل كان في خطأ او لا؟ عم بيعود للخلف، لكن الكرة مقطوعة. نصار بينطلق ومع هيدي الكرة الحكم ماهر العلي يطلق صافرة نهاية المباراة بفوز الانصار على الحكمة. فوز صعب لكنه مستحق للانصار يلي تسيد المباراة طيلة فترات، وحالة الطرد اثرت على فريق الحكمة. وهيدا امامنا بطل المباراة الحاج مالك يلي استطاع تسجيل هدف، منح فيه الانصار الصدارة. ثلاث نقاط كتير مهمين للانصار بصراع اللقب، وهيدا جمهور الانصار الفرح.